احسن لاعبه في التنس الارضي في مصر. ميار دي صوره ليها طبعا، بتلعب بقى مش بطوله امريكا المفتوحه، بتلعب بطوله براغ المفتوحه في التشيك. التشيك الحقيقه البطوله دي مهمه ايضا، بطوله قويه جدا. الحقيقه عملت مفاجاه وتاهلت لدور 32. طيب كسبت مين؟ كسبت المجريه دلما جلفي، الماتش كان جامد جدا وخلص بمجموعتين لمجموعه واحده. طبعا يعني حققت مفاجاه اكيد الماتش ده وتاهلها للدور 32 هيبقى هيفرق معاها جدا في الرانك العالمي بتاعها. هتقابل مين في دور 32؟ هتقابل ايفانا يوروفيتش، لعيبه جامده صربيه جامده جدا الحقيقه. فهي بس ان شاء الله لو ادت الاداء اللي ادته في المباراه اللي قبل كده ان شاء الله تتخطاه وتطلع دور ال 16، هيبقى انجاز كبير جدا. خلي بالكم كل مجموعه بتكسبها في التنس بتديك بوينتس بتفرق معاك في الرانك العالمي بتاعك. الحقيقه اللي بيتابعوا التنس عارفين ان التنس لعبه ممتعه جدا جدا جدا، وكل بقول لك شوط يعني ممكن حتى النقطه تفرق معاك في الرانك بتاعك. كل التوفيق لميار، وعلى فكره ميار بنت النادي الاهلي وطالعه وهتلعب اولمبياد ايضا، هتلعب اولمبياد طوكيو 2021. كل التوفيق لميار وكل التوفيق ايضا لصفوت. وزي ما